متحركين، الياء متحركة بالكسر والهمزة متحركة بالفتح. قال الشاطبي: وما قد له التحريك للكل وصل، يعني كل القراء يقرؤون بالمد في هذا الموضع. إن الله لا يستحيي تحيي، مش لا يستحيي بل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مش فوقها، قال فما. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة
فوقها 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 فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم مش من ربهم من ربهم عدوها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل ولا تقول يضل أرجو خير نعم يضل ضار فخر بال قل يضل مش فنان معنى قبيح لا يضل وما يضل رد بال جاي اسمعها وما يضل به إلا الفاسدين وما وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ولو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا Yeah.
قولش او عندناش حفص كو عندنا كو وان كو فرق بين كو وبين كو هو راه نفس المشهور مش معقول ثم فرق بين كو وبين كو وان كو وان كو كاكو وان كنتم في روم زي ما عندناش عندنا توم كنتم تا تو قولوش توم تولي طا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عملنا قل أن قل أن أن قل أن أن مش نفس المخرج يعني فرق 50 ولذا وقت اللي جينا لا وبعدها نون بين نوع قل نزلنا مش ما توليش نزلنا انتوا كيفاش نزلنا نزلنا جعلت ظللت كل هذه بين واحد يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا نزلنا اسمع الله وحده والنور وحده نزلنا نزلنا على عبدنا فلا يقبل في الله عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله من مثله من مثله يقولوا من مثله ليه؟ هذه إيمان يسميها ونحن الإيمان عندنا في قانون في موضع ويحققها على شكل المعروفين هذه يقولوا من مثله فرق بين لي وبين ليه ليه من مثله حاجة بكر كسر بينها هيقول هاي فأتوا بسورة من مثله أحسن وادعوا بين قطرة في الدين ودعوا ودعوا شهداء لكن نحيو قل فإن لم قلوش فإن لم لا فإن لم تفعلوا إضغام إلى قل فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 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 أعدت للكافرين حسن وبشر بارك الله فيك كل مش نحاول نسكن أكثر من فضله وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات قم لأكل وعملوا وعملوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم يضرب مثلا ما بعوضة ما بعوضة ما بعوضة ما
فلما بعوضة فما فوقها فما فوقها فما فوقها 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 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم أنه الحق مش الحق الحق أنه الحق من ربهم نعم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد ماذا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أحسن. تعال شكون يقرأ فقط سيدي. وإن كنتم في ريب شو كنتم في تم في أكبر. وإن كنتم في ريب لا خلي الشفتين مفتوحتين عند الميم. قول وإن كنتم في تم على عبدنا تأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري أن لهم جنات تجري من تحتها الأرض تفضلش الحال نحن عندنا خمسة حروف فقط من قلوبهم قطب جلد شد عنه خمسة قطب جلد خمسة أكبر حروف نجادية 28 نحن منها خمسة وقت اللي يكون حرف منهم سهل قولوا أبو قولوا أبل قولوا أجل قولوا أدل أبو خمسة أكبر الحال مش فيه قولوا اشتاح فيها قطب جلد فيها مش حال وفيها مش ولذا قولوا أن من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار مش الأنهار أنهار الأنهار الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أي كيف إن الله لا يستحيي أن يضرب إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل
الفاسقين. زي المعبر وإن كنتم في ريب